استماع لبرنامجكم لقاء مفتوح، مرحبا بكم في الحصة المباشرة. أنا وكل طاقمنا كنرحبوا بكم. منتصر حمداوي في الهندسة الإذاعية والصوتية، يحييكم نوال جعفري في الإخراج، وهذه حليمة العلوي. كنتمنى إن شاء الله تكونوا دائما في الاستماع لنا. أمشيوا الفقرة الصحية والطبية رفقة ضيفتي الدكتورة عفاف رفاس، أخصائية في أمراض الأنف الأذن والحنجرة، معايا مباشرة من الدار البيضاء. صباح الخير دكتورة رفاس. صباح الخير الأخت حليمة، صباح الخير للمستمعين الكرام، صباح النور وصباح الأنوار، مرحبا بك. شكرا شكرا، هذا شرفيا نكون على أمواج الإذاعة الوطنية. مرحبا. اليوم دكتورة رفاس غادي نتكلموا على حساسية الأنف. كيف ما كتعرفي بزاف ديال الناس تكون عندهم الحساسية. شنو هي الحساسية؟ ملي تنقولوا عندنا الحساسية دكتورة رفاس، كيفاش نشرحوها علميا وطبيا؟ تماما. الحساسية جاية من هو واحد الإفراط ديال رد الفعل وديال الجواب ديال الذات ديال الجسم ديال الإنسان، وبالضبط ديال الجهاز المناعي ديال الجسم ديال الإنسان لبعض المهيجات اللي هما لي زاليرجين. هاد المهيجات هي مواد اللي دايرة بينا، كتقدر تكون مهيجات كاينة في الهواء اللي كنتنفسو به. مثلا الغبرة فيها واحد الكائنات الحية اللي هي الفرديات، اللي كتعطينا بكثرة واحد الحساسية اللي كنلقاوها كتكون طول العام. كيقدروا يكونوا عندنا مهيجات أخرى في الهواء بحال الغمال. كيقدروا يكونوا عندنا مهيجات اللي هي موسمية، على عكس هاد المهيجات بجوج اللي ذكرت اللي كتكون طول العام، كتكون يعني في المنزل طول العام وفي يعني كتولي بشكل مزمن، تتولي مزمن. تماما. كاينين مهيجات أخرى اللي كتكون موسمية عندها علاقة بالنباتات. نعم. بعض الفترات اللي النباتات كتظهر فيها ولكن المهيجات كتقدر تكون كذلك في المواد الغذائية اللي كنتلونوها. كتقدر تكون كذلك مهيجات اللي غتدخل للذات عن طريق البشرة مثلا، لا عند طريق الغشاء المخاطي اللي كيقدر يكون عندنا في عينينا مثلا ولا في منطقة أخرى من الذات. طبيعة الحال كنوضحوا للناس بأننا تنتكلموا على حساسية الأنف. تماما. هي الحساسية اللي كتخصني أنا كأخصائية الأذن، أمراض وجراحات الأذن والحنجرة. نعم نعم. على الحساسية ديال الأنف طبيعة الحال المهيج ديالها كيكون في الهواء، لأن الأنف كنعرفوا هو الحاجز الأول للهواء كيخترق باش يدخل للذات ديال الإنسان. هاد الأنف كيلعب واحد دور مهم في صحة الإنسان بصفة عامة، والدراسات ثبتت الأهمية ديال التنفس عن طريق الأنف خلاف التنفس عن طريق الفم. يعني التنفس الصحي والتنفس عن طريق الأنف، لأن الأنف يقوم بواحد العملية ديال تكييف وتصفية الهواء اللي كنتنفسو به، وكيرجعو صحي بالنسبة للذات. ولكن ماشي فقط ذلك، ولكن الدراسات تبتات حاليا بأن التنفس عن طريق الأنف عنده واحد الأهمية خصوصا عند الأطفال الصغار في تطور بعض الوظائف اللي هي أساسية ديال النمو وديال الدماغ بصفة عامة. وبالتالي هذا العضو وخاصة الغشاء اللي كيغطي الأنف، مع العلم أن الأنف هو متواصل مع الجيوب الأنفية اللي عندنا في الجمجمة ديالنا. هاد الغشاء المخاطي اللي يكون مغطي الأنف والجيوب الأنفية خصو يكون صحة جيدة. والحساسية ديال الأنف كتصيب يعني بالضبط هاد الغشاء المخاطي اللي كيغطي لنا الأنف وكيغطي لنا الجيوب الأنفية وكيعطينا يعني ملي كيكون الإنسان يعني معرض لهاد المهيجات اللي عنده ليها حساسية. نعم. كيتجاوب معها بواحد الطريقة اللي هي غنقولوا غير عادية ولا هي اللي فايتة العادي، وممكن يفرز واحد المواد اللي كتعطينا واحد الالتهاب كيكون حاد في يعني في مرحلة أولى، وكيقدر
يمشي لواحد المرحله اللي هي مزمنه. هذا الالتهاب يقدر يعطينا اعراض اللي هي العطف. نعم كنعرفوا انه الانسان كيبدا يعطس ملي كيكون على اتصال بالاشياء اللي كتعطيه الحساسيه. النيف كيبدا يسيل بواحد الطريقه اللي هي مفرطة، وديك السيلان في غالب الأحيان كيكون بيض بحال الماء، ماشي بحال اللي كيكون يعني كاين تعفن. احتقان الأنف، احتقان ديال الأنف كيكون احتقان ديال الأنف، وكيقدر يعطينا يعني عسر في التنفس عن طريق الأنف، لأن ديك الغشاء المخاطي ديال الأنف الداخل كيتنفخ وما كيخليش المكان الهواء يختفوا. كيكون عندنا الحكة ديال الأنف كذلك، لأن كنعرفوا بأن من بين المواد اللي ديال الالتهاب اللي كينفرزوها ملي كتكون عندنا حساسية لبعض الأشياء هي الهيستامين، والهيستامين هي هذه المادة اللي كتعطينا ديك الرغبة الغير الإرادية في الحكة. الإنسان كيبقى يحك النيف ديالو بواحد الطريقه اللي هي لا اراديه كاع في بعض الحالات، وكتقدر تكون مزعجه، كتقدر تنعكس. دونك هاد الاعراض كلهم بصفه عامه يعني هي اعراض غنقولوا نسبيا بسيطه، ولكن كتنعكس على الجوده ديال الحياه ديال الانسان، كتنعكس على القدره ديال التركيز ديالو، كتولي في بعض الاحيان معيقه يعني تماما شيئا ما. نعم لان الحساسيه كيف ما قلتي كتكون في بعض الاحيان موسميه، وكاين الحساسيه اللي هي مزمنه اللي كتكون مستمره مع الانسان يعني على طول السنه او على مدار السنه. وهنا كيف ما قلتي يعني تتولي شويه الحياه اليوميه كتكون شويه يعني صعيبه، لان الانسان تيكون عنده داك الاحتقان او سيلان ديال الانف بشكل مستمر، العطش. واش عندها علاقه كذلك بالحساسيه ديال العين؟ يعني ملي كتكون عندنا الحساسيه ديال الانف، واش كتجينا الحساسيه ديال العين دكتور عفاف؟ هي دونك قلتي بان كيكون انعكاس على الحياه اليوميه، كيكون انعكاس كذلك على النوم. اللي كنعرفوا ان النوم الجوده ديال النوم راه شي حاجه يعني ثمينه اللي مهمه للصحه ديال الانسان، الخاطر كيدياق. دونك خصنا ناخذوها بجديه. الوغ بالنسبه للحساسيه ديال العين، كاينه واحد يعني نفس المنطقه ديك لا كونجونكتيف ديال العين، فهي عندها علاقه بلا كونجونكتيف دو لو تيشو كونجونكتيف ديال النيف. حتى هو كاينه واحد النوع ديال الاستمراريه، كاينه كذلك واحد القناه ديال الدمعه اللي كتواصل للعين بالانف. نعم وفي غالب الاحيان الناس اللي عندهم حساسيه ديال الانف كتكون عندهم كذلك حساسيه ديال العين، اللي الاعراض ديالها كتكون في غالب الاحيان الدمعه ديال العين، الحكاكه هي تقدر يكون عندنا احمرار ديال العين. الأسباب ديال الحساسية دكتورة من غير هاد المهيجات، واش يعني الحساسية إذا كان فرد من أفراد العائلة يعاني منها، واش ممكن مثلا أب أو الأم دوزها الوليدات؟ تماما حليمة. دونك كاين واحد العامل اللي غنقولوا وراثي الحساسية، تكون واحد القابلية للحساسية. نعطيك مثال، مثلا طفل اللي عنده واحد من الأبوين ديالو عنده مشكل حساسية، عنده واحد النسبة ديال الإصابة اللي كتضاعف بالنسبة للطفل واحد آخر اللي الأبوين ديالو ما عندهمش الحساسية. دونك العامل الوراثي عنده دور، ولكن كذلك ليكسبوزيسيون لهاد المهيجات، ملي كيتعرضوا لهاد المهيجات ولا ملي كيتعرضوا لواحد البيئه اللي هي غير سليمه، فيها تلوث، فيها اشياء اللي هي مضرة للتنفس والصحة بصفة عامة. نعم. كذلك التغذية، جودة النوم، التوتر. يعني هاد العوامل اللي هي ماشي باللازم وراثية، اللي هي عندها علاقة بالحياة وبالمحيط ديالنا. نعم. تهي كتكثر من نسبة ديال الإصابة بالحساسية. كاين فرق ربما بين حساسية الأنف دكتورة رفاس وما بين التهاب الأنف؟ ألوغ التهاب ديال الأنف يقدر يكون السبب ديالو حساسية. يعني في هاد الحالة
النوع ديال الالتهاب كيكون فيه واحد واحد العوامل البيولوجيه اللي هي عندها الخاصيات ديالها. نعم. ولكن مثلا اللي كيكون تروح بحال دابا راه كيكون عندي التهاب الانف، ولكن هذا الالتهاب لا ديال الانف ولا ديال الجيوب الانفيه، لان كنت ذكرت التواصل بين النيف والجيوب الانفيه، كيكون عنده علاقه بواحد الفيروس مثلا، او لا بعض الحالات كيكون عنده علاقه بواحد البكتيريا زرتوما اخرى. هادو كلهم حالات التهاب، ولكن حالات التهاب عندها علاقه بامراض تعفنيه ماشي حساسيه. يقدروا يكونوا عندنا حالات التهاب اخرى عندها علاقه بامراض ديال المناعه اخرى من غير الحساسيه. تماما تماما. لان انا طرحت سؤال دكتور عفاف، لان كاين بزاف ديال الناس اللي كي يعني تيغلطوا في الحالات، يعني كيكون ربما نفس الاعراض او اعراض متشابهه ولكن الحاله المرضيه راه مختلفه تماما. وهنا كنبغي ننبه لاهميه استشاره الطبيب في الاذن الانف والحنجره، اللي كيقدر يميز بين الحالات عن طريق طبيعه الحال الحوار اللي كيجري بينه وبين المريض، ولكن كذلك الفحص السريري اللي كيقوم به. والخاصيه ديالو هي اننا كنقدروا نقوموا بواحد الفحص بالمنظار عن طريق الثقب الخارجي ديال الانف باش كنشوفوا الحاله ديال الانف والحاله ديال واحد لي كورني اللي كيكونوا عندنا في النيف والليميا، يعني واحد المخارج ديال الجيوب الانفيه اللي كيقدروا نشوفوهم عن طريق الفحص بالمنظار ديال الانف. واخا ملي كتفحصوا عفوا وكيتم التشخيص دكتور عفاف رفاس، شنو هي المراحل العلاجيه اللي كتقترحوها على الشخص اللي مصاب بالحساسيه سواء مزمنه او لا موسميه؟ ملي كيقوموا بالفحص يعني السريري اللي قلت فيه الحوار في الفحص بالمنظار، كنقدروا كذلك نقوموا بواحد الاختبارات دي كليك تيست اللي كنقوموا بهم فوق البشره ديال المريض. كنا نحطوا واحد العديد من المهيجات وكنشوفوا الاستجابه ديال المريض لهاد المهيجات باش نقدروا نحددوا بدقه النوع ديال الحساسيه ولا النوع ديال المهيج ديال الحساسيه. نقدروا كذلك نقوموا باختبارات ديال الدم اللي كتعطينا عاوتاني معايير اخرى ديال النوع ديال الحساسيه. ملي كيكون التشخيص دقيق كندوزوا للعلاج، والعلاج العمود الفقري ديالو هو اجتناب الاشياء اللي كتعطينا الحساسيه. اولا كيلعب واحد الدور كبير، لاننا ما كنبغيوش نستهلكوا بزاف ديال الادويه. اللي كنعرف بانني عندي حساسيه للغبار ناخذ واحد المجموعه ديال الاحتياطات على الاقل في البيت ديالي باش نتجنب الاشياء اللي غادي تعطيني حساسيه للغبار. من بعد كاين ادويه اللي غادي تداوي لنا الاعراض ديال الحساسيه، يعني مثل العطيس، الشكان الناس، النيس، السيلان الى اخره. يعني هما ادويه اللي كتكون سواء عن طريق اقراص كتسكان مضاده للهيستامين او لا سوائل بالنسبه لسيرو ديال الدراري الصغار. كاينين ادويه محليه ديال النيف اللي هي مهمه، واللي الغسيل ديال النيف يعني بالماء كيلعب واحد الدور مهم، لان كيزول لنا المهيجات اللي كتقدر تكون متواصله مع الجهاز مع الغطاء الغشاء المخاطي ديال الانف، كينغسلوا باش ما كيبقاش ديك التواصل بين المهيج والغشاء المخاطي ديال النيف. وكاين نوع اخر ديال الدواء المحلي اللي هو ادويه مضاده ديال الالتهاب اللي كتنقص من الالتهاب النسبه ديال الالتهاب في النيف. من بعد عندنا واحد النوع واحد اخر ديال العلاج اللي هو العلاج المناعي. العلاج المناعي هو عبارة عن علاج يستغرق واحد مدة 4 سنين حتى 5 سنين في بعض الحالات، اللي غادي نعطيو فيه يوميا واحد الكمية قليلة ديال المهيج اللي كيعطينا حساسية، اللي كيعطينا واحد رد فعل ديال الحساسية عند الإنسان. أيه. باش تستانس به. نعم. ألوغ هذا العلاج المناعي شحال هذه كان كيدار عن طريق واحد حقان شي شوكات، كانوا الدراري كيمشيو يديروا الشوكه مثلا، بزاف ديال الاجيال كربوا بحال هكا كيديروا الشوكات تحت الجلده في السوس ديالهم. حاليا كاينين عن طريق واحد السائل واحد المخاخ كيدار تحت اللسان.
نعم. فوالا دونك يوميا كناخذ واحد الكميه قليله مثلا ديال الغبره، اذا كانت عندي ديال المشي الكره ديال الغبره اللي هما يعني كيخضعوا لواحد المعايير عاليه ديال الجوده وديال السلامه، باش الذات ديالي ما تبقاش عندها الحساسيه تجاه ديك العناصر. نعم تماما. ولكن هذا العلاج يستدعي واحد لا ديسيبلين، واحد دوكتور انضباط انضباط اللي هو عالي باش نقدر نديرو يوميا ونحترم طريقه الاستعمال ديالي. انضباط واكيد مراقبه طبيه تحت استشاره الطبيب ديالنا اللي بطبيعه الحال هو اللي غادي يعطينا شنو اللي خاصنا نديرو يعني بالتحديد دكتوره رفاس، لان بزاف ديال الناس كتكون عندهم الحساسيه ما تعرفوش بعدا اولا فين يصنفوها، كيتجهوا او كيتوجهوا مباشره للصيدليات ياخذوا اي حاجه هاد الخطيره هذا، فهنا ربما كما تنقولوا لها باللغه العربيه كيزيد الطين بله، لان في بعض الاحيان تناخذوا الدواء ماشي مناسب وتنهيجوا الحاله اللي عندنا، فهذه من الاشياء الضروريه اللي كان خصنا نقولوها، لان من المهم جدا نمشيو عند الطبيب هو اللي غيقول لنا شنو عندنا، ما نبقاوش ناخذوا الادويه بشكل عشوائي. راه في كثير من الاحيان مستمعينا كما تنقولوا تنجيو نقدوها تنعميوها، فمن الاحسن ان الانسان يستشر مع الطبيب. قبل ما نختم معك لان الوقت كيمشي بينا بسرعه، بطبيعه الحال ما نساوش التوصيات دكتوره عفاف رفاس، يعني الوقايه كتبقى خير من العلاج، الناس اللي عندهم الحساسيه مجموعه ديال الحويجات تيخصهم يركزوا عليها في الحياه اليوميه ديالهم، الفراشات ديالهم، المخاد، اشياء بسيطه اللي كتدينا في الراحه ديال المريض وفي السلامه ديالو. هادو حويجات اللي تيخص الانسان يركز عليهم، ما نخليوش اي الغطاء المده طويله في الفراش، التهويه ديال الغرفه ديال المكان كذلك. كاين ربما الدراري الصغار المرات كيكثروا ديك لي نونوكس كنعرف بزاف عليهم، ولكن مرات كيكونوا واحد كيجمعوا الغبره بزاف. شحال من الحوايج ملي كتكون فينا الحساسية يمكننا نستغناو عليهم لأن الصحة ما عندها ثمن. نعم نعم. نقطة أخيرة فقط هي كنظن مهمة دكتورة رفاس، الناس اللي كيشتغلوا في مكاتب اللي فيهم لاكليم مكيفات الهواء، حذاري لأن في بعض الأحيان ما تيكونش داك الغشاء مبدل كما تنقولوا لو فيل. تمام، ما كتكونش مراجعة ديال وفي السيارات كذلك. وفي السيارات هادو تفاصيل صغيرة دكتورة عفاف رفاس، ولكن الأهمية ديالهم كبيرة بزاف. تمام. تبارك الله عليك، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لك دكتورة. هذا واجب، ودائما شرف لي نكون معكم في الإذاعة. مرحبا مرحبا مرحبا، وشكرا جزيلا على كل التوضيحات اللي عطيتنا اليوم حول حساسية الأنف. كنتمناو إن شاء الله من خلال دكتورة عفاف رفاس نرفعوا من مستوى الوعي ديالنا، خصوصا الناس اللي عندهم الحساسية. شكرا جزيلا لك، نتلقاوك في حلقة مقبلة بإذن الله.